اللي محترم نفسه الناس تحترمه، واللي هي نفسه منو اللي نفسه؟ يعني أنا من النواب. أنا صراحة يعني أنا مع احترامي وتقديري، يعني ما أذكر مرة رحت حق الأخ مازن، راح وكله كل احترام وتقدير، وأخ عزيز ممكن إذا صار عندي شغلة شغلتين شيل التليفون عليه ولا سكرتير روح له إن شاء الله إذا فيها إجراء قانوني. وأنا ترى عندي جملة أقولها حتى أكبر واحد، أقول الله لا يعطيك عافية إذا بتتجاوز للقانون، إذا هو القانون مشى وفق القانون. أنت إذا ما تحشم نفسك تقعد لي بالدور بالمعاملات إنك مندوب زين؟ قاعد قوي على النواب عمر. لا لا اسمح لي، لا ما يتكلم فعلا، لأن أنت هو ما يحشمون نفسهم. اسمح لي اسمح لي، أنا قاعد أقول لك يعني مع احترام وتقدير، أنا شفت مجالس السابقة، شفت طريقة التعامل شلون مع الوزارة، في وزير يتجرأ ولا كذا يتكلم عن نائب إلا إذا أنت يا أخي حطيت نفسك بهالوضع. أنا أعرف الأخ مازن جراح إنسان محترم قاعد يقوم بدوره بشكل صحيح ما يرضي الله، لكن يعني يفترض يعني وكان أعتقد أثيرت في جلسة مجلس الأمة، قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وقال نحن إذا هم مناديب إحنا نخدم خدام الشعب فعلا، وهذا حقيقة يعني ما كذب فيها وزير الداخلية، وهو جواب دبلوماسي كلنا إحنا نخدم بالعكس، يعني خدمة الشعب هو هدف وقسمك له من خلال عملك، لكن تخدمه بما يتوافق أوكي. مع القانون والدستور وليس تجاوز يعني القانون يعني والدستور. يعني بعض النواب لما قالوا مناديب يستهلون يعني طبعا تحط نفسك حق تحط نفسك بهالوضع، ايش حق تحط نفسك بهالوضع؟ يعني خدموا الناس، يعني الناس يعني حاجات الناس. زيارتي حق وزير الداخلية مرتين ثلاث يمكن خلال السنة، أنا لا أعتقد شفت مكتب وكيل وزارة الداخلية ولا أروح له إلا في قضية معينة تروح له، تروح للمراسل المرفوع زين، بقضية قانونية أوكي، بس أنت عندك وزير مختص.